السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبي دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على محمد فارس، يعني اللاعب اللي راه يلعب في جانوا، وين شاهدنا كيفاش الهدفين اللي سجلهم على الطائر براسه، جوج خطرات براسه، يعني وين نقولوا بلي اللاعب هذا اللي علامة استفهام كبيرة، علامة استفهام كبيرة. كان اللي قال لك بلي ما كانش يلعب في النادي تاعو اللي فات، ما كانش يلعب، وكاين اللي ما كانش يلعب، صح. حنا فانيك شاهدنا فانيك لاعبين ما كانوش يلعبوا، لاعبين جاوا المنتخب الوطني ما كانوش يلعبوا، ما كانش، كانوا حابسين على الرب العالي. هذوك رانا عاميين ولا كيف؟ هذوك مين نقولوا كلمة تاع حق يقول لك بلي ها راه عدو، مانيش عدو أنايا، أنا راني نحوس على الصح يكون في ليكيب ناسيونال، على الصح في الكرسي وفي الميدان. دروك نبقاو نحاجوا بعضنا بعض ولا أماكم كي تهدر تولي يمشي مليح، تولي أنت بروحك تشك في روحك، تقول بالك راني نكره، بالك راني نهدر حاجة بالك ضد بلادي. نقول بالك تقول لهم فارس يقول لك بن 70 وين بيديروا 70 انقرض لك انت، شادرت موراه، شادرت درت لك اللعاب اللي دخل هذاك شاطاكم خطه منتهجه. كاين فارس طوب، كاين بن 70 طوب، موراه لازم نجيبو تروازيام بوزيسيون، لازم اللي يدخل في بلاصه رامي بن 70. يا خويا لازم نهضروا على رامي بن 70، عطال مبليسين قرعوا له تايب راه باش يعاود يولي ونشوفوه لا ترينا ولا ما تريناش. لازم ما نجيبوه لا زداد قال لا راخر لا فلان لا فلتان. الناس راهم يبينوا صاحبي اللاعب، كاين عندنا ايكيب وحده اخرى، عندنا ايكيب وحده اخرى سبحان الله. كاين اللي يقول لك بلي ما كانش يلعب، الا ما كانش يلعب والعمري كان يلعب، بن عمري كان يلعب، اسلام سليماني لاعب ربع ساعة في لايستر سيتي كان يجي يلعب نورمال خويا، نورمال كان يلعب لاعب ربع ساعة العام اللي فات، لاعب ربع ساعة في لايستر سيتي كان يلعب تيتيلر، يجي ديفوا يلعب تيتيلر ويقرع بيناتي تيليها يقلص الأخرى. أنا مانيش ضده، بصح راني ضد الناس اللي يجي يبغي يقول لك كلام انت تشوف هاك هو شو هو يبغي يردك هاك. لا انا ماني ضد بن عمري، مانيش ضدهم، بصح نهضروا الواقع. قلنا يا ودي بالناس ادم والناس علاه ما كاش في التشكيله، علاه ما كاش في القائمه، قال لك نقسموا نفسه، واو نقسموا نفسه، والاخرين اللي في قطر اللي جاوا فين نقسموا نفسه، فين نقسموا نفسه؟ مالكم حرام، وين نقسموا نفسه؟ لعبوا لعب كيسمو لعب في غولي، لعب مايغري كان مبليسي ولعبوه، خاطش اسمه وات بن ناصر، خاطش اسمه وات برك. احنا مانيش انا بن ناصر في غولي هذوما، صورتو بن ناصر يعني حاجة كبيرة كاع، بصح شتيلا يكون مبليسي ما ريسكيش بيه، خاطر إلا راه مبليسي غادي ما يمدليش 100%، غادي يرد لي يمد لي 10%، غادي يدير لي ديكات. بن 70 جا كان مالغري كان مبليسي وجا ولعب، بصح دالك ديكات ربي يستر، ودخلنا في بلاصتو واحد آخر فانيك ربي يستر. لو كان واحد كيما واحد كيما فارس هذا الشيطان، أو يوم نشوفو بنادم يلعب تيتيلر والله ما غادي الرب العالي، والله ما فهمت كاع أنا هذي، والله ما فهمتها كاع. مايغري جانا كيفاش كيسموه مايغري بالماضي، نهار اللي جا قال لهم أنايا اللي ما يلعبش تيتيلر لا بغات في البار لا بغات في الريال ويقعد رو بلاصو ما يلعبش عندي تيتيلر، أنا ما نعيطلوش كاع. تم بعد انقلبت الآية، انقلبت ولينا اللي يلعب تيتيلر مغضوب عليه، واللي يلعب رو بلاصو دي فوا مكاش كاع تيتيلر في ليكيب ناسيونال. امثال نجيب لكم، كاين امثال، وعلاش كاين امثله؟ واحد كيما بن عمري، العام اللي فات في ليون، بن عمري من المارس لعب تاع بورتوانا اخر مباراه كونت بورتوانا، راح مبليسي تبليسه، راح ما لعبش كاع، مي جا تربص جا
خاطش علاه كان يدلو في اشهار باش يدوه لقطر، يدلو يدمر فيه باش يروح يلعب في قطر. ومن بعد خرج علينا بن عمري قال لك اللي يهدر في اللي يهدر في بالماضي يهدر فينا، واللي يهدر فينا يهدر في بالماضي. مقواك لما تجيش معاه، مقواك انت ميت ولا يحيي فيك، هاو مقواك هاو بسيب تجي معاه. انت بر انت كي يسموا هذاك اسلام سليماني وبسيب نتوما موتة ولا يحيي فيكم، هاو كيما تجيش معاه هاو تجي معاه قال بورا. خاطش علاه انت راقد دايرني والقائمة انت مديور في القائمة بسيب تجي معاه. انا شغل طرا عليكم سؤال، برك طرا عليكم سؤال، بن كي يسموه فارس واش صرالو في مار في كونت المكسيك، تربص تاع المكسيك وتربص تاع كي يسموها تربص تاع المكسيك وتربص تاع نيجيريا، فما قولوا لنا شاسر انا فما خبروني شاسر من هما زيت عيط له قولوا لي شاسر على بالنا القوة جات كونترا والمدرب شي تبع يتبع وين كاينه القوة وين كاين بزاف ما يتبعش واحد. بصح بصح الجزائر خاسرة، الجزائر خاسرة. إذا انتوما عندكم حاجة مع فارس بصح الجزائر خاسرة، انتوما خمسة ولا ستة بصح كاين 45 مليون، 45 مليون خاسرة. راني مريضة، راني مريض من نهار بوركينا فاسو راني مريض، أمنوني بالله راني مريض. ها ما تهبلوناش هاو دعم، ها اللي يستاهل يجي يلعب بركا ولا ما تلعبونا في الاسماوات بركا وما تلعبو بالسوسيال هنا في البطولة الجزائرية بين عيط لك روح البارادو غادي نعيط لك نحطوك في القائمة. ماشي هو يقولو نحطوك في القائمة، حطوه في القائمة باش يلعب في بارادو. وقلت لكم قبل شوف قلت لكم باللي غادي يكون غارديا تاع مدية في القائمة عارف كاين لي فيديو والحمد لله الناس قالوا لي عندك الحق وشافوا لي فيديو. قلت لكم باللي غادي يكون غارديا تاع مدية غادي يلعب، غادي يجيبوه تروازيام كيسموها يا ربي، غادي يجيبوه كاتريام تروازيام غارديا. بصح شتايلا كاينه نقطه واحده اخرى، شتايلا غادي يسني في بارادو. الناس قالوا لي انت حاقد على بارادو، راه سنيه في بارادو. الناس عيطوا لي مستعرفين، الناس لي واحد قال لي انا كذبت قال لي شتها صح. كي كان على بالي انا ندري انا به ندري، بصح كان على بالي كي شتها في القائمه عرفت. انا خبروني قالوا لي يا ودي يا ودي والله لا من مديه، والله لا من الاداره تاع مديه هو مشكور والله عطاني معلومه الله يعطيه الصحه، الله يعطيه الصحه معلومه اللي قال لي شوبير قال لي غادي جد تلقى قال لي غادي يروح غادي بصح قال لي غادي يسني في بارادو. قلت له كي قال لي والله لا يسني في بارادو يا ودي. قلت له كي شكون لي كيف يعيطوا له ليكيب ناسيونال باش يسني؟ قال لي والله لا غادي يسني في بارادو. قال لي نعطيك لوفيسيال قال لي الغارديا تاعنا غادي يسني في بارادو، هذا يخدم في الاداره أقسم لكم بالله العلي العظيم لا يخدم في الإدارة. أيا بالك بالك بسيمانة قبل لا يدير القائمة قال لي شوبير قال لي الغارديا راه فيها بصح قال لي غادي يروح البارادو. قال لي راني قال لي شوف قال لي ليام غادي تحكم. تعيط لي قال لي قلت لك واش قال لي شا قلت؟ قلت له بارك الله فيك. عرفت شوف كيفاش؟ دروك أنت عندك فارس لي بيت لي ماركي ديفونسير يخدم لك، يخدم لك سورتو راه يلعب دروك مع جانواز ماركا دو بيت هادو يخدم لك اصاحبي. دروك الناس كانوا يعايروا فيه كانوا يقول لك لا فارس ما كاش بلاصتو فارس منا فارس. هيا شوف اليوم اليوم واحد اليوتيوبر صبحوا قاعد يصبحوا عليه، انا اللي بدا نهدر عليه اللي بدا نقول لهم وين راه فارس. اليوم فارس ماركا دو بيت هادو اليوتيوبر، خاطش هادو كاين يوتيوبر يتبعو كاين الاخر انا شنو الله اكبر فارس دو بيت يا ودي. فارس تايا راه في عام ونص وحاب عام ونص قريب عام ونص ما كاش في ليكيب ناسيونال، كنا نهضروا عليه كنا نقولوا يا ودي فارس على ما يكونش، اعطونا السبه تاع فارس على ما يكونش. اليوم ماركا دو بيت يا ودي اليوتيوبر كاع الله، واحد شاد زكو واحد شاد راسو واحد شاد منا واحد شاد من يتبعوا غادي واحد يديرها مالك فارس ماركا فارس اللي راه اللي راه كاين مجموعه مشي باغيته في ليكيب ناسيونال. الله يجعل جامع بالماضي يعاود يهدر معاهم ويعاود يرد اللعابه اللي مغضوب عليهم. انا نقول لعابه مغضوب عليهم، لعابه اللي راه مغضوب عليهم، مغضوب عليهم بدون سبه هذه باش ندخلكم ليه بلاصتكم، مغضوب عليهم بدون نقولوا باللي مغضوب عليهم بدون سبه هذه هي.
الناس الناس هي تلعب نتوما حاسبين بلي حاسبينها بلي زعاق بلي زعاقه. لا اللي يستاهل يكون في ليكيب ناسيونال يكون، اللي ما يستاهلش يروح يبعدنا. كاش هذه تاع بزاف اولاد عمي، نبقاو حنا كيما هاك ونقولوا غادي نردوا ريسانا تنصيبوا حنا شواكره طلعوا لنا او نبدا حنايا شواكره ول اللي راه يشوف يشوف بلي راه رابد الجزائر على ظهره يحطها ويروح، اللي راه مغبون يحطها ويروح. هذه هي.